مرحبا، كيفكم اخواتي؟ امبارح صراحه في شخص بعث لي على الخاص قال لي انه في رفيقه بالكامب وخلال 6 شهور طلع له بيت. طبعا هذا شيء منيح، خلال 6 شهور واحد يطلع له بيت. رحت معه، هيك عم يخبرني، رحت معه على البيت لنشوف البيت ورفضوا. انا استغربت انه ليش لحتى يرفض البيت هيك بدون سبب. فقال انه ما عجبه البيت لانه شبه العظم، لا دهان لا ارضيات. طبعا هون البيوت، شو بقصد انا بالارضيات؟ انه في احيانا بيوت بلا ارضيات، بلا ارضيات انه بدك تحط لامينات انت. ولكن رفض البيت، ما عجبه، وخايف هلا يعاقبوه ويطلعوه من الكامب او شيء. قلت له شيء اكيد رح يصير في مشكله عليه لانه رفض البيت بدون سبب. شلون يعني ما فيه ارضيات ولا ما فيه دهان ولا اي شيء، وصاير بضيعه، كمان بيت بضيعه عاطينه وما فيه ارضيات وما البيت يعني البيت بالمره. ف هلا هذا ندمان لانه رفض البيت، وهلا ما بعرف شو رح يصير معه. هيك كان عم يخبرني بالتفصيل. ولكن اصدقائي، برجع انا بقول وبكرر، ونصيحه هيك من اخلى اخوكم، لا ترفضوا اي بيت من دون سبب، بدون سبب، حتى لو كان على عظم. اصدقائي، ما فيه ارضيات ما بيأثر، انت فيك تركب ارضيات، فيك تركب لامينات، ظبط كل بيت. في ناس، في صديق لي استلم بيته على عظم، على عظم، هلا ما شاء الله عليه مزبطه، وطبعا حط عليه مبلغ ولكن زبطه، بس ما رفض البيت. لا ترفضوا البيت اصدقائي، هذا الشخص رفض البيت وبدون سبب الصراحة. فنصيحتي لا حدا يرفض البيت، لأنه في ناس الصراحة عم بتطول كتير ليطلع لها بيت، سنة ونص وسنتين كمان، وحتى سنة ما في بيوت. يعني هولندا دولة صغيرة، ما فيها هي كل شهر ولا كل سنة تعمر بيوت. في مقاطعات، في بلديات ما فيها تعمر بيوت، خلص هدول البيوت موجودين، فبدك تستنى دورك لحتى يجي. ولكن اصدقائي تم الرفض، يعني هذا الشخص رفض البيت وهلا مدري شو بده يصير معه. اوكي، بس كان عندي هاي النصيحة انه لا ترفضوا اي بيت بيطلع لكم مهما كان السبب. اذا ما في سبب مقنع وهن اقتنعوا لا ترفضوا. انا اجيت على هولندا، سؤال من احد المتابعين، انا اجيت على هولندا بفيزا هولندية، بقدر روح على ألمانيا؟ لا، ما فيك تروح على ألمانيا، لأنه إذا رحت على ألمانيا ممكن يرجعوك على هولندا لأنه أنت عندك فيزا هولندية. أوكي، فخلص جيت على هولندا، حاول ضلك بهولندا، ضبط أمورك وإن شاء الله خير. في عندي سؤال إجاني من إحدى المتابعين، أنا فيني سلم حالي بأي مركز شرطة لحتى أقدم لجوء؟ فيك تسلم حالك بأي مركز شرطة، بس هني رح يساعدوك لحتى تروح على تير أبل. بمركز تير أبل هونيك بتسلم حالك، بتبصم وبتساوي كل إجراءاتك هونيك، هون بينقولوك بعدين على كم تاني. ولكن بدك تروح على تير أبل حتى تسلم حالك وتقدم لجوء من تير أبل. شوف، رجل يتظاهر بأنه أطرش لمدة 62 سنة حتى لا يستمع للتذمر لنق زوجته. شو رأيكم بهذا الحكي وهذا الخبر هون؟ لا يوجد قطارات بين زفولا وأمسفورت لمدة 5 أيام بسبب الأعمال الكبيرة على المسار. ابتداء من امبارح أصدقائي كان الخبر، ولمدة 5 أيام. عندي بس معلومة صغيرة عن الفصول الأربعة بهولندا، ايمت ببلش الشتاء، ايمت ببلش الصيف، ايمت ببلش الخريف والربيع. الشتاء ببلش شهر 12، شهر 1 وشهر 2، الربيع ببلش شهر 3 و4 و5، الصيف ببلش 6 و7 و8، والخريف 9 و10 و11. اجاني كذا تعليق عن الفصول الأربعة، انه ايمت ببلش الشتاء بهولندا، ايمت ببلش الصيف، ايمت. اصلا نحن هلا صيفية، ما اجت صيفية صراحة، عواصف وامطار غزيرة. فهي هي هولندا اصدقائي، يعني احيانا بنشوف فصول أربعة بيوم واحد صراحة يعني. فلهون انا بكون انهيت الفيديو اصدقائي، مناكم كل خير، اكيد تشوفكم بفيديو تاني باخبار جديدة ومعلومات جديدة، وتحياتي للجميع. لا تنسوا اللايك لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن، والاشتراك بالقناة، وتحياتي.